حصريا على تين تايم. لهيك اجيت لهون مشان نحل كل شيء. طيب انا رح اترككم لحالكم بالاذن. شكرا. شكرا ميليسا، يوم سعيد. شكرا كثير لك. طيب انت قلت امبارح انك ما فهمت شو قصدي لما قلت لك انه زواجك من أليخاندرو هو جزء كبير من استثمار العيلة ولازم تحميه وتدافع عنه. وهلأ بدك تقلي إنه عندك عيلة تانية غيرنا، ما هيك؟ قصدك عنا؟ نحن عنا عيلة تانية غير هالعيلة، وكمان لازم نحميها بكل شي منقدر عليه. لسه ما فهمت. منيح، لما تقري هالمستندات رح تعرفي عن شو عم أحكي.